ليالي الحلمية 5 أجزاء. كنتوا سوا يعني، بالظبط. العمدة سليمان غانم وحضرتك سليم البدري، ودي كانت من الأعمال الخالدة في ذاكرة الدراما المصرية، في يعني في ذاكرتنا جميعا، أيقونة أيقونة. الليالي الحلمية. بس أقول لك حاجة غريبة جدا، ده ما كانش الدور الترشيح الأول لسليمان غانم. الترشيح الأول لسليمان غانم كان لسعيد صالح سعيد الله يرحمه. صالح. واعتذر ورحت له، كان بيشتغل في استوديو الأهرام، رحت له أترجاه أنا وقلت له ليه وكده، فقال لي لا أنا بشتغل مسرح لغاية الساعة كام وبعدين بسهر بعديها شوية، فعندكم 3 ساعات او 2 ساعة ونص بالكثير اشتغل فيه. وكان معايا اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، فقال لي مش هينفع، لان ده دور بتلتف معاك يعني، فما ينفعش 2 ونص ولا 3 ساعات في اليوم ابدا يعني. فكان من نصيبنا انه صلاح الساعه تاني هو اللي عمل الدور، وعمله بكفاءه غير منقطعه النظير يعني. يعني هو لما تشوفيه في الاول كده ما تقوليش هو ده سليمان غانم ازاي يعني، الراجل اللي هو شخصيه مثقفه وكده، لكن عمله حلو قوي قوي الحقيقه. حاجة لا تنساها لصلاح السعدني. كل حاجه والله يعني مش في ذهني دلوقتي، لكن يعني هو كان انسان جدا، عمره ما زعل حد خالص. مش عارف يعني كان يعني سته طيبة جدا الحقيقة.